أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نوافذ برية. في هذه الحلقة نفتح نافذة جديدة نطل من خلالها على طائر الشكراك، ابقوا معي. الشكراك الأوروبي، طير زاهي الألوان لدرجة يلفت فيها نظر كل من يراه. والشكراك من الطيور التي أولاها العرب اهتماما خاصا لجمالها وتميز ألوانها، وقد انعكس ذلك في كثرة أسمائه العربية، حيث يطلق عليه اسم الشرقرق، الخاضور أو الخضاري في العراق، الغراب الزيتوني في مصر، الضؤضؤ في شرقي الجزيرة العربية، والأخيل في اليمن. وحسب كتاب طيور الشرق الأوسط، فإن اسمه الرسمي الشكراك بكسر الشين، ولكن الضم أكثر شيوعاً وأكثر استخداماً. يقارب حجم الشكراك حجم غراب الزرع، ويتراوح طوله ما بين 23 إلى 29 سنتيمتر، أما وزنه فيبلغ 105 جرام إلى 146 جراما. يغلب على لون جسمه الأزرق التركوازي ومقدمة جناحه الزرقاء الداكنة، مع لون بني كستني يغطي منطقة الظهر، ويتطابق الذكر والأنثى باللون والحجم، ويتباين لون الطير اليافع عن البالغ، حيث يبدو بألوان شاحبة. ينتشر طائر الشكراك على مساحات شاسعة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يتواجد معششاً في موسم التكاثر في أوروبا وأجزاء من آسيا، في حين يتواجد مهاجراً في غير مواسم التعشيش في أفريقيا. أما في المشرق العربي فيتواجد في الجزء الشمالي من فلسطين مفرخاً، كما يلاحظ زيادة في أعداده في موسمي الهجرة الخريفية والربيعية، كما يتواجد في أجزاء من لبنان وسوريا والعراق، وفي طريق هجرته يمر من الجزيرة العربية. أما في المغرب العربي فيتواجد مفرخاً على سواحل البحر المتوسط في المناطق الممتدة من تونس إلى المغرب مروراً في الجزائر. يرتاد الشكراك البيئات المفتوحة ذات الشجيرات المتفرقة، كما يتواجد في المناطق الزراعية السهلية، ويكثر تواجده في المناطق المزروعة بالذرة وعباد الشمس، كما يتواجد في التلال ذات الشجيرات الصغيرة حيث وفرة الغذاء. ويعد الشكراك من الطيور الجارحة لمنقاره القوي المعقوف، ويتغذى على الحشرات والسحالي والضفادع والفئران والأفاعي الصغيرة، كما يتغذى على الحيوانات صغيرة الحجم. إن من أهم ميزات الشكراك الجسمية ألوانه الزاهية الملفتة للنظر، حيث يعد من أجمل الطيور المفرخة والمهاجرة التي تعبر بلادنا.
إلا أن هذا الجمال لم يكن كافياً للترحيب به في بعض بلاد العرب. فمن الأسماء الشائعة للشكراك كما أسلفنا الذكر الأخيل، والأخيل عند العرب هو من يخالف مظهره فعله. فمن السلوك الشائع للشكراك امتطاء ظهور الإبل، حيث يفتش عن الحشرات والقراد ليأكله. إلا أن العرب تطيروا بهذا الفعل واعتبروه نذير شؤم، ووصفوه بمكسر ظهر الإبل، اعتقاداً منهم أن وجود هذا الطائر على ظهر الإبل يؤدي إلى إصابتها بالكساح ويكسر ظهرها، وهو ما لا أساس له من الصحة طبعاً. ويمتاز سلوك الشكراك بدوام تواجده في أماكن مرتفعة، حيث يجثم على أسلاك الكهرباء أو على الجزء العلوي لنبات الذرة أو ظهر عباد الشمس، كما يتواجد جاثماً على بعض الصخور، وذلك ليتمكن من استكشاف المنطقة ومسحها بحثاً عن فرائسه، والتي ينقض عليها لحظة اكتشافها ويثبتها بمخالبه القوية ويمزقها بمنقاره الأسود المعكوف والحاد. يبدأ موسم التزاوج للشكراك ككثير من الطيور المفرخة في نهاية آذار وشهر نيسان، ويستمر حتى تفقس البيوض وتكبر الفراخ حتى نهاية شهر تموز وشهر آب. ويضع الشكراك من 4 إلى 5 بيضات في عش يأتي على شكل حفرة عميقة في الجدران الترابية والجروف الحورية. وقد يحفر الشكراك عشه كما يمكن أن يستخدم أعشاش الوروار وصياد السمك. ومن الشائع أيضاً أن يعشش الشكراك في شكوك جذوع الأشجار وفي حفر نقار الخشب، ويستمر احتضان البيض لمدة تتراوح بين 26 إلى 28 يوماً، كما تحتاج الفراخ لقرابة الشهر لمغادرة العش. يعاني طائر الشكراك من تناقص في أعداده، إلا أنه ليس من الطيور المهددة بالانقراض. وبالرغم من أن لحمه غير مرغوب فيه، إلا أن تناقص أعداده يعزى إلى استهدافه من قبل الصيادين، خاصة الذين يمارسون الصيد للتسلية والرياضة. وجمال ألوان الطائر وكبر حجمه النسبي يغري باستهدافه بالصيد، خاصة في مواسم الهجرة أثناء مروره من مناطق حوض البحر المتوسط. كما أن الممارسات البشرية العمرانية وما يرافقها من تجريف لأماكن تعشيشه أو قطع للأشجار التي تعد أيضاً مكاناً مفضلاً لتعشيشه، كل ذلك يؤثر على أعداده وتوزيع تواجده المكاني. وكبقية الطيور التي تعتمد على الحشرات والقوارض كغذاء، فإن الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية يحرم الشكراك من مصادر غذائه المفضلة، ويؤثر سلباً على أعداده أو تواجده في كثير من المناطق.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من نوافذ برية، والتي خصصتها للتعريف بطائر الشكراك، وأتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. وقبل الختام أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ونافذة جديدة. مع تحياتي عماد دواس.